السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، والفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله كيف ما كتلاحظوا او لا كيف ما حضرت معكم في فيديو سابق، حضرت معكم الحليب المركز المحلى ديال نيسلي. الصراحه ناجح ومضمون 100%. مع واخا تكوني عمرك ما حضرتيه غديري ديك الطريقه اللي حضرت معكم. غادي نخلي لكم ان شاء الله الفوق في الفيديو الرابط ديال الفيديو، غادي نخلي لكم حتى صندوق الوصف الا ما نسيتش، هو راه قبل من هذا الفيديو هذا. وحضرت معكم حتى صلصه الكراميل. الصراحه اي كلاص كنبغيو نحضروه كنحتاجوا الكراميل يكون عندنا في الدار، والحليب المركز الصراحه الثمن ديالهم غالي شي شويه، يعني تقدري في المحلات تاخدي هادو بجوج تاخديهم ب 40 درهم، مع العلم انهم ما كيطلعوش حتى ب 10 دراهم قاده. داكشي علاش حضرتهم معاكم وساهلين، واخا تكونوا عمركم ما حضرتو غاديين ينجحوا معاكم، ما فيهم حتى شي حاجه ديال التعقيدات. وتحت طلب صديقتي اللي عزيزه عليا اللي كنوجه لها واحد التحيه كبيره بزاف بزاف، الهام صاحبتي وليداتها ياسر وياسمين، مازال محمد جد مازال صغير، كانوا طلبوا مني باش نحضر ليهم ماك فلوري. صراحه ماك فلوري هو واحد الكلاص كيتباع في ماكدو، والثمن ديالو شويه غالي، ما عقلتش كناخذو بديك 23 درهم، ولكن هو الا حضرتيه في الدار كتحضري كميه كثيره والثمن كيكون نازل وهكذا يعني. ودابا الحجر الصحي ما غادي ناخذو لا غالي لا رخيص. داكشي علاش كيف ما قلت لكم نعاود نكرر تحت الطلب ديال الهام صاحبتي وليداتها ياسمين وياسر اللي كنوجه لهم واحد التحيه كبيره كبيره بزاف بزاف. صراحه توحشنا حبابنا، توحشنا صحاباتنا، كلشي توحشناه، ولكن يعني ان شاء الله دابا هاد الازمه وغادي تدوز ان شاء الله ونرجعوا كلنا بخير وعلى خير ونشوفوا حبابنا. المهم نبداو على بركه الله، ما نطولش عليكم كنبدا الهضره ما كنساليش. هنايا عندنا الحليب المركز المحلى، راه ديجا حضرته معاكم، غادي نخلي لكم الرابط ان شاء الله. عندنا كريم كراميل او صلصه الكراميل، عندنا هنا واحد الكاس غادي نحضروا معاكم البنات بالطراب اليدوي هكذا باش نرضي جميع يعني كاع البنات، يعني اللي عندها الطراب الكهربائي تحضر به، يعني اللي عندها الطراب تحضر به، اللي ما عندهاش تخدم بالطراب اليدوي. المهم فرحوا عائلتكم فرحوا وليداتكم، هذا الكلاص كيجي ساهل وزوين بزاف بزاف، يعني الصراحه شغنقول لكم كيجي رائع. هنايا عندي كاس ديال الحليب يكون جامد البنات، ما عرفتش واش كيبان لكم هنايا واحد الطريفات ديال الثلج راه كاينين هنايا من الفوق في الكاس. وعندي هذيك الكاسرول كنت درت فيها الماء ودرتو في المجمد تقريبا واحد نص ساعه هو والحليب. وهنا حتى هاد الساشي هذا كنخدم بهذا، فيه شحال فيه؟ فيه 100 غرام، هذا كريم شونتي يعني عادي. هذا البنات راه متوفر عند اي يعني ما نخدموش بالكريمه السائله. انا راني ساكنه في منطقه يعني ماشي يعني قرويه، ولقيته متواجد يعني كيتباع، يعني البنات ما تبخلوش يعني كاين هذا متوفر في اي محل، عكس الكريمه السائله اللي ما كتكون غير في المحلات الكبرى اولا في المدن الكبرى. صافي هنايا كيف ما قلت لكم عندي هنايا المبارد، غادي نجيب هاد الانيات اللي كنخدم بهم. عندنا من الافضل يكون الاينوكس، الاينوكس كيحافظ على البروده، هذه حتى هي كديرها في المجمد راه كتبان لكم عند بابا. غادي ندير فيها، غندير هنايا في هذه غندير المبارد، ها هو الماء يكون جامد، وهذه ها هي يعني بارده، نقص شي شويه الماء. صافي هنايا هاد الانيه هي بارده. غادي ندير هاد الكاس عندي، ما قلتش لكم هذا بيرلي حيت متوفر عندي، ديرو كيعطي واحد النكهه زوينه. الا ما متوفرش ديرو اي يوغورت عندكم بنكهه يكون كريمي، اي نكهه عندكم ماشي مشكل، ولكن الا كان بلا نكهه وكريمي غادي يكون افضل. هنا غادي ندير هاد الساشي حتى هي كنديرها في المجمد ديال الكريم الشونتي. صافي وغادي نبدا نطرب، بعدا كنا نطرب هادو شويه. البنات راه دغيا كيطلع، يعني شوف اللي عندها الطراب الكهربائي ما ديرش في حالي وتخدم بالطراب الكهربائي، انا غادي نديرو على وديت اللي ما عندهمش طراب كهربائي. صافي هنا نبدا نطرب الكريمه ديالي. ما غاديش نقطع التصوير ولكن غادي نسرع شي شويه باش تشوفوا النتيجه كيفاش كنحصر عليها فاش كنضرب عيب باليد ديالي. ك
كيف ما كتلاحظوا معايا ها هو عقد. من بعد الصراحه حسبت شحال طربت، 50 ثانيه صافي كيرجع على هذا الشكل هذا. ولكن الشروط يكون هنايا المبارد، تكون الانيه ديال الاينوكس، يكون الطراب جامد، تكون الكريمه كانت في المجمد، الحليب يكون بارد قريب يجمد. صافي وكنقطع لكم 50 ثانيه. شنو هي 50 ثانيه باش تحضري واحد الكريمه؟ شوفوا تبارك الله عاقده. صافي في هذا الاثناء غادي نضيف عندنا هذا، نضيف باش ما ننساش. كيف ما قلت لكم انا استعملت بيرلي، استعملوا اي حاجه كريميه عندكم تكون بنكهه الفاني كان افضل. صافي وغادي نجيب معلقه اخرى باش ندير الحليب المركز المحلى. شوفوا تبارك الله شحال عاقده البنات، يعني الصراحه ما توقعتش انا تخرج لي هذه النتيجه هذه. الحمد لله. شوفوا يعني كديروا القياس، كتبقاو تضيفوا القياس حتى تحصلوا على الحلاوه اللي بغيتوا في الكلاص ديالك. صافي هنا غادي نضيف، شوفوا تبارك الله نزيد نطرب والانيه تبقى في الماء بارد. صافي شوفوا غادي يعقد ليا، شوفوا تبارك الله ما قطعتش يعني التصوير كنوريكم. شوفوا الكلاص كيفاش عاقد، واخا ضفت داك الكاس ديال بيرلي. صافي هنا غادي نبقى نذوق. بسم الله نزيد شويه حتى نحصل على المذاق عفوا ديال ماد فلوري. يعني انا غادي نقول لكم القياس ديال شحال درت ديال نيسلي او الحليب المركز المحلى. نبقاو نذوقوا. شوفوا تبارك الله الكريمه بدون طراب كهربائي، يعني دغيا توجد معاكم. صافي نذوق شويه، كيما داك غزال بزاف. الصراحه انا ما كنبغيش الحلاوه بزاف، داكشي علاش واقيلا غادي نكتفي غير بجوج ديال المعالق. ولكن نتوما اللي كنتو تحضروا لوليداتكم ولا نتوما ديروا ثلاثه كان افضل. دابا انا حصلت على المذاق اللي باغا، انا حصلت عليه. جناقص شويه في الحلاوه، ممكن تضيفوا المعلقه الثالثه ضيفوها. شوفوا تبارك الله الكميه شحال كثيره البنات، ما تردوش انكم تجربوه، راه ساهل وبسيط. شوفوا تبارك الله يعني دابا هذا دائما ان شاء الله نبقى نصيب منه، راه كيبقى في الثلاجه حيت ما فيش شي حاجه اللي غادي تخسر، كيبقى يقدر يبقى حتى يعني حتى لشهر في الثلاجه ما يوقع عليه حتى شي حاجه. صافي هنا ها هي الكريمه ديالي. صافي هي كيفاش خصنا نحصلوا عليها. شوفوا تبارك الله عاقده. صافي دابا نحضر الكؤوس ديال التقديم ونرجع معاكم. بالنسبه للكؤوس غادي ناخذ هاد صلصه الكراميل اللي كنت حضرت معاكم. انتم شوفوا معايا كيفاش غادي، شوفوا تبارك الله شحال عاقده. صافي غادي ندير هكذايا خطوط نزين الكؤوس ديالي. تبارك الله كتجي عاقده. على هاد الشكل هذا نتوما كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي ونكمل هكذا بنفس الطريقه. هاد صلصه الكراميل كتجي لذيذه بزاف بزاف، عاتي بكثره ما عجبتني غادي نصايب لكم ان شاء الله واحد الكيك وغادي نزينوا بها. صراحه زوينه بزاف هكذا نزينوا بالصلصه الكراميل الكؤوس ديالنا ديال التقديم. صراحة الكراميل كيتباع غالي، وحتى الحليب المركز ده هو كيتباع غالي، ما كيزعمش انك تفني هكذايا في الكلاص، عكس دابا ان شاء الله ملي وريتكم ديك الطريقة السهلة باش تحضروهم غيوليو يجيوكم ساهلين. صافي هنايا نزين حتى هذا ان شاء الله ونرجع معاكم. ناخدو هكذايا جيب الحلواني ونديرو فيه راس يكون على اختياركم. صافي ونعمروه بالكريمة. بسم الله شوفوا شحال عاقده، يعني هذه راه يعني طلعنا غير بالايد. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي عاقده ما شاء الله. صافي هنا نعمر الجيب.
بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري انا، حيت توفر عندي هنايا هاد البسكوي هذا ديال اوريو، وهنايا عندي اللوز كونكاسي ومحمر كيف ما كتلاحظوا كيتواتى بزاف مع المذاق ديال الكراميل. صافي هنا كيف، وممكن ديروا هذوك الحبات ديال سويتيز، ممكن ديروا الامام، اي حاجه عندكم متوفره عندكم خدموا بها. صافي انايا هاد اللوز هكذا ولا كان كاوكاو، حتى هو كيجي المذاق ديالو زوين بزاف مع هاد الكلاص هذا، كيجي لذيذ. صافي هنا كنزينو هكذا على حسب الرغبه، ممكن تزينو غير باوريو ولا بشي حاجه، المهم داكشي كيبقى اختياري بالنسبه ليكم. صافي هنا هذاك اللي صغير غادي ندير فيه هكذايا، ندير فيه شويه ديال اوريو، هادشي كيبقى اختياري بالنسبه ليكم. عرفتي الكريمه اللي بقات في البول اللي طربت فيه، كليتها الصراحه راه كتجي هائله، ما غاديش نكذب عليكم والله الا غير جربوها البنات، راه كتجي واحد الكريمه اللي زوينه بزاف بزاف. المهم اللي غادي يذوقها غادي تعجبو، غادي يحمق عليها. صافي هنا كثرت الاوريو ماشي مشكل. صافي وغادي نكمل التزيين ديالي ممكن ديرو دابا يا نكمل التزيين بالكراميل، ممكن ديرو في هاد الاثناء يعني في المجمد واحد شويه، نديروه شويه في المجمد يجمد، ممكن تناولوه هكذا راه حيت كيجي هو هذاك. صافي هنا الكراميل كيبقى اختياري. صافي كنديرو هكذا يا خطوط كيف ما كتلاحظوا معايا التزيين. صافي كنقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الوصفه وفدتكم يعني بزاف ديال النصائح اللي تقدروا تجربوا بهم هذا الكلاص هذا وينجح معاكم. صافي نكمل التزيين ديالي انا. صافي وصلنا لنهايه الفيديو، ما سخيتش بكم كيف ديما، اللي عجبتكم الوصفه ما تنسونيش من التعاليق ديالكم، والبنات حتى اللي جربوها ما تنسوش تخليوا لي تعاليق في الفيديو. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه كيف ما قلت لكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.